سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وخير. انتم كتشوفوا هاد لا فيديو، احوالكم ان شاء الله بسلام. اليوم ساكنت لها في الدروج. جيت كيف ما تبارك الله، صلاة النبي. لا صباغ وصل، لا مبلو وصل، لا صبغنا هنا، لا صبر الارض، فما كاين لا شي طمونطا. هتشوف فرحهم اللي قال لهم فهد راه ماليش مطا، وحنا اصلا يلا يعني باقيين في هادشي ديال بريكولاج، باقيين حاطين كلشي في الارض. فقال له فهد راه ما غنمطاوش، فرحوا ولكن تعذبوا بالدروج باش طلع. هي شو شحال خصها؟ فين الحاجه اللي توقف عليها؟ هذاك اللي حنا شفنا شحال فيه؟ 3 متر. واخيرا التلفاز جات، واللي كنتي كتقول عليها التلفازه راه ما كانتش تلفازه، راه كانت بيستي صغيور. ما كانتش تلفازه، كانت بيستي صغيور. هانتوما اشبي كانت بيستي صغيور، راه هي التلفازه. الغزالات، المهم حنا دابا غادي ان شاء الله. اول حاجه غادي نمشيو دابا للطبيب، جداتي مسكينه ملي جات وقع لها كيف ما وقع لها البنات. الا كنتو عقلتو شحال الضو، الا كنتو عقلتو البنات كانت ودني كانت كضربني بالضو. هذاك الشيء اللي وقع، وقع لها نفس الحاجه في ودنيها. فدابا غادي نبيها للطبيب هي الاولى، يعني يمشي يشوفها. ضحكوا عليا ولكن راه كاع الناس ديال فرنسا بيان سور كيكونوا عايشين في الصبليون، فكيف الطبيب ديال الصبليون ولا الطبيب ديال فرنسا؟ دخل راه سنين وعايش في الصبليون، ملي مشى لفرنسا وراح قال لهم الطبيب ديال فعفعت كذا، قال لهم الطبيب ديال الصبليون حسن مليون مرة من الطبيب ديال فرنسا. جداتي غير سمعت هاد القضية هادي ديال الطبيب ديال الصبليون حسن ديال فرنسا، واش قولكم شوفوا راه داش كضرني ديوني نشوفها هنا حسن. وصراحة ما عمري ما لقيت يعني شي معاملة خايبة. ودابا حنا غدا، فدابا كيما قلت لكم غادين لا عندهم الرجلين ديال روطو فراجيل. خلينا نهضر البنات. المهم مرة رجعنا للطبيب، الحمد لله داز كل شيء بسلام، والحمد لله أمي ما فيها حتى شي حاجة، يعني شوية ديال التنسيون والملحة. ونصيحة نيت الأمهات ديالكم وجدة ديالكم فهاد العيد هذا، ما يكتروش بزاف من اللحم، هذا هو السبب اللي كيخلي التنسيون يطلع، ويعني كيضر في الراس ولا كيضر في الودنين، هادشي اللي كاين. المهم الحمد لله داك الشيء داز بسلام، رجعنا للدار تغدينا كيف ما شفتوا، ودابا خارجين نشوفوا لي ماكازان، نشوفوا البلايص الأخرين اللي فيهم السوق. نطلعوا ان شاء الله انا وعائلتي، ونطلقت نطلقوا حتى بولد خال فهد، نجي نمشيو نشوفوا واحد القهوه فيها، المهم فيها البولينغ، فيها كل شيء، ضربوا فيها دويران، تسالوا فيها شويه، لعبوا تما، نتقهواو البنات. المهم راكم عارفين خلاص وليتي دابا حافظه الطريق منين انا كندوز، كندوز من هذا المسرب العجيب العامر بالخضوريه، ديما ديما ما مدوش على الشمس راه جايه كنت خا داكشي علاش كتبين هكا الوجه. دابا غاديين كما قلت لكم شوفوا لي ماكازان، على ما كنتسناو ولد خال فهد يوجد هو ومرتو صنيعو علينا، من بعد غادي نمشيو اونصومبل. المهم دابا كما كتشوفوا غادي كاملين، انا كنتلم وراهم راكم عارفين. كاين اللي باغي يبان في يوتيوب، كاين اللي مباغيش، فداكشي علاش كجلس للدار باش نهضر على خاطري. صاد مي ماشي بحال البارح، البارح كان صاد كثر البنات، البارح كانت مخنوقه الدنيا شويه، دابا محرك الغربي. المهم امي مسكينه ديما كنخليوها في الدار على حكم ما كتقدرش تمشى، فكنضطر انا نخليوها في الدار، لكن راه كتعجبها الحال في الدار. حتى قالت لي عندك الدار في الوجيه، انا كنت يصعبني امي ما غاديش تعجبها الدار الكاتريام ايطاج وعلى رجليها. ساعه قالت لي لا عندك الدار في الوجيه وجايه منها للشجار، قالت لي بالعكس عجبتني وعجبتها حتى الكوزينه. قلت لها مرا الكوزينه راه زعما طاحت عليها الشتا وخسرات، قالت لي لو واخا خسرات دابا يصوبوها ولكن راه هكا وراها مزيانه.
او صافي عجبني الحال. انا زدت طلعت لي الكراد ملي قالت لي ديك الهضره. او دابا خليناها مسكينه في الدار. قلنا لها المهم راه واش ديري شي حاجه تصاوبي بحال البارح. رجعنا معطلين وكنا كنقولوا راه غادي نجيو غادي نلقاوها تقلقات واجباش الحال. لا جينا بالعكس لقيناها دخلت للكوزينه ومشات وغسلت شي معينات وبقات كتطلب للبالكون. قلت لها لا لا بيعجبك الحال هذاك هو فضل راس المال. دابا خليناها وغادي حنايا نشوفوا بحال والو. غدا ان شاء الله غادي يمشيو. قلنا يديروا شويه ديال لي سولد راكم عارفين الرخا والربخه حوايج رخاص كلشي رخيص. تقسيم منهم اكثر من 70% استافدوا من لي سولد. كوم شتو البارح استافدوا من لي سولد شويه. راكم شتو البارح شنو شراو. زدوا شي حاجه اخرى اليوم ونخليكم معايا نشوفوا شنو غادي نديروا اونصومبل. المهم خفنا نمشيو للدار الغزالات. المهم جينا دابا نتقهوى فواحد القهوه. صراحه المنظر ديالها زوين. هنا دايرين شفتوا مورايا الخريطه ديال العالم. جينا اون فامي نتقهوى هنا ان شاء الله. صراحه فيها منظر زوين. صراحه المنظر فيها رائع رائع. هنا كله شجره ولكن ما كنظنش غادي يبان لكم. ندخلوا نوريكم شوفوا من هنا كيفاش جدير. فن فن جلسه واعره البنات برده كيرشوك ديك الماء من الفوق ديال بحال البخار والريحه من الفوق. صراحه يعني كتجلسها وتطلق ولكن ما حاش بالصيد. البنات المهم هنا وصلنا للمرحله ديال العشاء. الصراحه كان عشاء لذيذ بزاف بزاف وقلت انني نبارطاجيه معكم. عاودت لكم بصوتي باش نعاود لكم المقادير تكون صحيحه وباينه ومسموعه. المهم اول حاجه كنحتاجو هي الثومه كنقطعوها طريفات صغار اولا كنمسوها في المعسه تكون احسن. والبصله كيف ما شفتوا البصله الحمراء مشلضه درناها هي الاولى في الطاوله ديال تدخل الفران. هادو الكتوفه ديال الغنمي بما انه كان العيد فكاين الكتوفه ديال الغنمي. كنحتاجو معاهم التتبيل الملحه الابزار الاعشاب منسيمه اولا اعشاب بروفانسال لي زارب دو بروفانس. المهم يعني راكم عرفتوهم كيتباعو نورمالمون هما في واحد القريعه في سوبر مارشي. وكنحتاجو اكليل جبل اولا ازير حتى هو كيعطي يعني نسمه زوينه كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. فكنحلوا الكتوفه كنشرطوهم مزيان باش يدخل لهم الاعشاب في الداخل ديالهم. وازير كنحاولوا اننا ندخلوه في وسط دوك الشراطي يعني من الفوق عاد كنضيفوا ليهم. المهم ما كندخلوا يعني ازير في الشراطي كيف ما غادي تشوفوا. فكنحاولوا ان نديروه في الجناب ديال لاطا وكنديروه في الشراطي ديال الكتوفه ولا اللحم. صراحه البنات تجربوا هذه الوصفه غادي تحماقوا عليها. انا اول مره يعني كنت غادي ناكلها من يد ولد خال راجلي. غزاله غزاله صراحه حمقاتني جات بنينه العظم ما خليناهمش. البنات جربوها راه واعره يعني للضياف لشي هكا حفله تكون ديال العائله ولا شي تجمع غادي تعجبهم غادي تعجبهم. المهم هذا راه اكليل جبل ولا ازير يزير المهم كل واحد شنو كيعيطلو. فيعني هذا خضر باقي العرش ديالو جابوه فهد. المهم دابا هما كيحيدوه باش كيديروه كيف ما قلت لكم في الشراطه اللي درناهم ديجا في اللحام من فوق منه كيعطي مذاق رائع جدا. فهاد راكم عارفين ما كديعوش خداو فهاد اللقطه هذه دارهم في الحبوقه ديالو. كيزرعهم باش اومامتو كيكبروا راكم عارفين كيعاودو يخلفو. ومن بعد عاد غادي تضاف من فوق هادشي كامل زيت الزيتون كيف ما قال ولد خاطر راجلي. فزيت الزيتون كدار من الفوق باش كتخلي يعني اللحم يشرب دوك الاعشاب ديالو ويجي من السم والعطريه يعني كتجي باينه في اللحم. ما كداش هي الاولى كتكب غير من الفوق وكتبقى حتى المذاق ديال زيت الزيتون كيبقى حتى هو طاغي من الفوق حسن ما كيدار يعني مع الاعشاب فكيتخلطوا النكهات وما كتجيش النسمه مزيانه. هذه اول حاجه. واخر حاجه البنات اللي هي السر ديال الوصفه كامله. انا صراحه كيف ما قلت لكم هذه اول مره كنشوف هذه الوصفه
اول مره كندوقها، فما كنعرفش ان اصلا هادشي كيدار بهذه الطريقه هذه. صراحه جوار من الاخر. كيف ما قلت لكم البنات، السر ديال هذه الوصفه كامل اللي هو مكون واحد وكيجي خطير البنات، جربوها وجربوها بهذا المكون اللي هو عصير العنب. عصير العنب من الاحسن ويستحسن البنات انه يكون عصير العنب الابيض. اش غادي نقول لكم البنات كيفاش كتجي به الوصفه. غادي تسولوني على الطريقه كيفاش عصير العنب مع الكتوفه مع المهم. عسل العنب اش كيديروا به؟ كيزو كيديروه مع نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء عادي، كيزيدوا عليه عصير ديال العنب باش كيكملوا الكاس، وكيسقيو به الكتوفه اللي ديجا يعني مدغمرين ومشرملين في الاعشاب، باش اول حاجه البصله اللي لتحت والثومه اللي لتحت ما كتحرقش، وتاني حاجه كيعطي واحد اللذه العنب، الحلاوه ديالو مع الاعشاب كتطلق واحد اللذه يا البنات ما تشبعوش منها. كيف ما كتشوفوا الطريقه قدامكم، نص كاس ديال الماء كيضاف عليه العصير ديال العنب وكيتسقى به الكتوفه. بلا ما نقول لكم، انا كنهضر وواعره واعره، فكتنسجم هذيك الحلاوه ديال السكر ديال العنب مع المذاق ديال الاعشاب، كيجي خطير. شديت لقطه صغيره يا البنات ديال انه بقى غير العظام منه. كنصحكم بزاف الا كانت عندكم شي عراضه ولا مناسبه جربوه، غيحمقكم ليد ليد بزاف. كانت نهار غزال كيف ما شدوسو معايا كامل، وبهكا كنكون سعيد لفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون الاعجابكم انكم استفدتوا معايا، دوسوا معايا النهار كيف ما هو، ضحكنا جميعا، نشطنا جميعا، تهلاو فراسكم بزاف. نتلاقاو في فيديو جاي، كلوا بصحه وسلامه، مع السلامه.